nasıl yapsam, hangi kapıyı çalsam. Bir an sen yanımdasın, saçlarım. لك خطفته بكل معنى الكلمة. شو هاد؟ لك كتير تأخر الوقت. هيك ما رح يمشي الحال. كيف الشغل تحسينه؟ ألو؟ تعي لهون بسرعة، هاي الحية الصفرة ما غيرها، خطفت جوزك وما نقدران نتحرك لمكان. تعي لهون وخدي لجوزك بسرعة. عماد، انت شو عم تقول وتخبص؟ وينكن انتو هلأ؟ قلتلي بالبار؟ وانا ليش لا اجي؟ فهمني، هو اللي لازم يجي لهون على بيت اهله. ايه اساساً الكل ناطرينه هون. ليكي فتون؟ اسمعيني فتون، سكرت الخط بوشي؟ ايه؟ العمى هدول وين اختفوا؟ تركوني لحالي. جان مو قدران يجي لأنه مشغول، بيعتذر منكن. مو ناقصني غير هيك. مو مشكلة حبيبتي، نرجع كلياتنا منحتفل بهالخبرية الحلوة مرة تانية. ايه ليش لا؟ بتمنى إن شاء الله. معناتها شو ناطرين لسه؟ خلونا نفتح الشمبانيا بسرعة، يلا يلا. شو؟ ولسه في شمبانيا كمان؟ ناجية يلا جيب الشمبانيا. حاضر تحسين بيك. شو رفيف؟ كأنه نمتي؟ لا، بس أنا كان لازم طالع مراد من حياتي من زمان. عن جد هلأ ارتحت. ليش ما عملت هيك من قبل؟ أنا تأخرت كتير. شو كنت غبية؟ لا، يلا هلأ فوتي على بيتك وارتاحي، والصبح أكيد رح تحسي حالك أحسن. مالي حابة أني فوت على البيت لحالي، متضايقة وحاسة أني مخنوقة. شو هاد؟ يلا تحسين صبلنا حبيبي. لشو صبلنا؟ ما تكتر لي تحسين. ليكي فتون، انت ما بصير تشربي. تفضل بابا. يسلموا الايدين يا عمري. ايه يلا لشوف بصحة حفيد العائلة. بصحة حفيدنا الجاي على الطريق. ان شاء الله بيربى بعز ابوه وامه، ويكون حظه احسن من حظه، ويبعث له ايام احلى يا بنتي. صحتكم. انا لازم لكم شغلة مهمة كتير. ها ليك 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 ليك، هلا رح تقلنا انه اذا اللي جاي صبي رح تسميه اسماعيل. أنا ماني حامل. شو؟ شو هالخبر الحلو هاد؟ مديحة
لا تكبروها، دائما بتصير هيك أخطاء، سوء تفاهم وصار. إيه طبعا بتصير هيك أخطاء على طول. إيه أكيد طبعا، نحن استعجلنا بالقصة شوي. معك حق، مزبوط كلامك لحسين، الحق علينا، نحن كان لازم نسأل ونستفهم. يلا بسيطة. عن جد خجلتوني بلحظة لما شفتكم فرحانين كل هالقد، تمنيت تكون حامل. الله لا يقدر، فرحتكن على الفاضي، آسفة، بعتذر منكن. يلا بالإذن. حبيبتي وقفي، لوين رايحة؟ ما بيصير تطلعي بهالوقت، يرضى عليكي. ما بتروحي لحالك بهالوقت بنتي، الشوفير بيوصلك والاعتراض ممنوع. Alışır acı çekmelere, can dayanmaz yeni sevmelere, boşa yürek çekip aynı bana sorun bir kim haklı. Hayat
artık içmesin diyor. Hani hayat bir uyudu, artık içmesin diyor. شو فايقة على بكير؟ ايه كيف كانت سهرتكم؟ شو اكلتوا؟ كان الاكل طيب؟ ليش هيك بتساوي على طول؟ انا؟ جان انت بتشوفني وحدة غبية ومجنونة مثلا؟ او مفكر انه من حقك تعاملني بهالاسلوب؟ ليش بتحب تضحك على العالم وتصغرهم؟ بس أنا ما ضحكت على حدا فتون. يعني طلع الحق علي؟ وأنا الغلطانة؟ أنت مو متخيل الموقف البشع يلي حطيتني فيه قدام أهلك مبارح. أهلك يا حرام كانوا فاكرين إني أنا حامل. بالله تمنيت تنشق الأرض وتبلعني، الأكل والجاتو والزينة. بس فتون أنا شو كان بيعرفني؟ لو بعرف كنت أكيد إجيت. لا ما كنت رح تجي، مستحيل إنك تفكر تجي، ولو بتصير هلأ ما بتجي، ولو رح تصير بالمستقبل كمان. فتون لا تكبري القصة، أنا مو ناقصني. بعرف إنه بتحبها لرفيف، بعرف بتحبها، بس مانك قدران تعترف. اسمعيني منيح فتون، كأنك عم تنسي أنت مين بتكوني. أنت مانك مرتي الحقيقية، ونحن متزوجين على الورق وبس. يعني ما فيك تتدخلي وتحاسبيني على أي شيء. خلاص ما رح أتدخل فيك، بس أنت ليش عم تصعب الأمور علي كل هالقد؟ فهمني جان. أنا شو اللي عم صعبه عليك فتون؟ احكي، أنا شو ساويت لك؟ أنا عم فكر فيك على طول، يا ترى رح يجي ولا ما رح يجي؟ رح ياكل ولا ما رح ياكل؟ طلب قهوة ولا رح ينام فورا؟ ليش تأخر كتير؟ صار معه شي لا سمح الله؟ أنا كل هذا الوقت عم فكر فيك. ليكي فتون، ما بقى تستنيني، فهمتي؟ طيب ما عاد رح أستناك من اليوم ورايح، ما عاد رح أستناك. ممتاز، ومو بس لبقى تستنيني، لا تحاسبيني على شي فتون، لأنه نحن ما منعني أي شي بالنسبة لبعضنا ولا أي شي، فهمتي؟ بعرف أنا ولا شي بنظرك. بس من اليوم ورايح كمان انت ولا شي بنظري جان. Bir sancı içimde, nefes almak istiyorum. Bana ne olur gücenme, bırak beni kendi halime. Nefes almak istiyorum. عفوا بارك بيني كندي جانتي كي ونوت بيني يا كاموس مثالي غرورم بلكي دنيزه كيمين اقنا gelirim sence okudun beni geceler
شو عم تساوي؟ لك بعد عني شبك، بعد ولا غليظ، بعد. لك شبك؟ لك بعد عني. ألو، أهلين فتون. شو؟ أنا جاي فورا، يلا. فتون؟ مراد، شكرا لأنك اجيت بسرعة. شكرا مراد. شو صار؟ نزل المطر فجأة وأنا لحالي بالطريق، وما عرفت وين بدي روح، وما كانت شنطتي معي، لهيك اضطريت اتصل فيك. مو مشكلة، عملتي منيح بصراحة.
خفت لما اتصلت فيك. ليش؟ لأنه بآخر مرة شفتك عملتني بطريقة مو منيحة، قلت لي اتركي الملف على الطاولة وتفضلي امشي. أحياناً الواحد ما بيقدر يتحكم بحاله. بعتذر منك. لا تعتذر، القصة مو مستاهلة بنوب. بتحبي أعمل لك كاسة شاي؟ بتدفيكي شوي؟ بدي عزبك. مراد؟ نعم. بتحب احكي لك نكتة حلوة؟ احكي لشوف. البطيخة ليش بتروح على الديسكو؟ بتعرف شي؟ ليش؟ لا ترقص وتخلص من بزورة. بتضحك كتير ما هيك؟ آخر مرة سمعتك كنت بالصف الثالث بظن. الشاي جاهز. انت شو عملتي فيني يا بنت؟ لك يا الله دخيلك، وين هالبنت؟ اي فتون؟ هذا انا مراد. بعرف انه بالك مشغول لهيك عم بتصل. حبيت قلك انه فتون عندي. لا ما فيك تحكيها لأنه نايمة. هلأ بتفيقها وفورا، وإلا تحضر حالة جاي أخدها. لا ما في لزوم تجي، بس تفيق أنا بجيبها، لازم ترتاح شوي. ها جان، بدي أقلك شغلة مهمة. خلص أنا أخدت قراري، رح أخد فتون منك. شو هالوقاحة اللي عندك؟ انت بدك تاخد مرتي مني؟ مين مفكر حالك ولا؟ مين مفكر حالك؟ انا بعرف كيف ندمك على هذا الحكي. مفكر العلقة معي سهلة يا واطي؟
بس ما كون فيقتك. كأني مرضانة، ما حسيت على حالي لما غفيت. مراد شو عم تساوي؟ عم بطبخ. ريحة اللي عم تطبخه كتير طيبة. قلت بتكوني جعتي وكمان أخدي برد، فحبيت أعمل لك شوربة لتدفي معدتك. يعني طبخت كرمالي؟ ايه. يلا يلا تعي. تفضلي. شكرا كتير. حطي المخدة ورا ظهرك. يسلم مراد. دوقيها لنشوف إذا رح تعجبك. عن جد أنت اللي سويت الشوربة؟ أطيب شوربة دقتها بكل حياتي. صحتين وهنا. ما خطر لي أبداً أنه ممكن تكون بتعرف تطبخ. الوحدة بتعلم كتير شغلات، ما كنت أتخيل حالي أني أعرف أطبخ. وأنا قضيت حياتي كلها عايشة وحيدة، بس إذا بضل 100 سنة ما بيطلع بإيدي أعمل مثل هاي الشوربة الطيبة. فرحت أنه عجبتك. صحتين وهنا. يلا فتون احكي لي لشوف، شو اللي خلاكي تعدي تحت المطر؟ شو الموضوع؟ ليش ما رجعتي على البيت؟ جاني اللي مزعلك؟ ليكي فتون، قلت لك هالحكي من قبل، فيكي تحكي لي كل شيء وفيكي توثقي فيني. مراد في حدا عم يدق على الباب، ما بدك تفتح؟ طبعا رح افتح لنشوف مين. جان أهلا وسهلا. ما كان في لزوم تجي لهون، قلت لك بس تفيق فتون أنا برجعها. بعيد، أنت شو قاعدة عم تعملي عندك؟ ها؟ قومي تحركي لشوف. بعدين أنت وين تيابك؟ شو هدول التياب اللي لابستيهم؟ فوق، غيرتهم لأنهم انبلوا بالمطار. ايه روحي البسيهم، بدنا نطلع. قلت لك أنا كنت رح وصلها على البيت. جان من اليوم ورايح إذا بتتدخل بحياتي رح تشوف شي ما رح يعجبك. بس فتون اتصلت فيني لروح أخدها. ما اتصلت فيك، ليش يا ترى؟ وأنت فوراً استغليت الموقف ولقيت فرصة لتتواسخ. أي فرصة عم تقصد؟ وشو عم تحاول تقول؟ يلا فتون انزلي، يلا فتون انزلي عم قلك. امشي قدامي. لك شبك مراد، لا تتدخل. ليك جان، انت عم تغلط بحقي وصبري في إله حدود. مين اللي عم بيغلط؟ ليك أنا ما عاد اسكت، فهمت؟ إذا بتغلط معي ما عاد رح اسكت. خلص نوف، بعد جان، شو صار لكم؟ مراد،
بعتذر لأنه حطيتك بهالموقف. شكراً لك على كل شيء مراد. يلا خلينا نطلع من هون فتون. امشي قدامي لشوف. لوين طالعة؟ بدنا نحكي شوي. أي أحسن، شو بدي أحكي مع واحدة مثلك؟ أنت كيف بتعملي فيني هيك شي؟ لك شو كنت عم تعملي عنده؟ لك شو كنت عم تعملي ببيت مراد بهيك وقت؟ شو اللي أخدك لعنده؟ بدي أفهم شو اللي أخدك؟ ليكي، أنا من الأول بعرف إنك هبلة فتون وما بتعرفي تتصرفي. شو اللي عملتيه يا مجنونة؟ مفكرة إنك تكسري لي راسي بهذا الشي اللي ساويتيه؟ أنا آخر شي بتوقعه إنك تتصلي بمراد لحتى يجي ويأخدك. لك مراد شاكك إنه زواجنا مانو مزبوط، وأنا عم بعمل كل جهدي لحتى حاول إقنعه بالعكس وطلعت روحي، وإنت شو عم تعملي؟ رحتي على بيته لهذا التافه؟ ولك ما تقومي تحكي معي. شبكي فتون؟ فتون ردي، حرارتك مرتفعة. تعالي معي. تصير منيحة. ليكي، إذا أنت ما فيك تلبسي لحالك حبيبتي فتون، لا تخجلي مني، أنا بلبسك. بلبس لحالي. استني. ركزي معي، ليكن تيابك موجودين جنبك، ايه؟ ما بتأخر، راجع فورا، يلا قومي البسي، قومي.
قومي فوتون. فوتون عم تسمعيني؟ أربي تعالي تعي. يلا حبيبتي تعالي لا تخافي. يلا يلا لشوف خدي هالحبة مني. افتحي تمك. يلا فوتون يلا. كتير منيح. وهلا اشربي. لا تخافي انا جنبك، بعد شوي رح تنزل حرارتك. اطمني. ليكي فوتون، أنا بعتذر منك كتير، حكيت معك كلام مو منيح وبعرف إني جرحتك. يعني مثل ما بتقولي عني، أنا واحد تيس معك حق. تيس كبير ما بيعرف قيمة الشي اللي عنده. يلا بقى فوتون، يلا طيبي بسرعة. صدقيني أنا ما في نعيش بدونك بالمرة يا بنت. يعني شغل البيت ما بيستنى. أنا لهيك بدي إياك تطيبي. Geçme benden, saklanırsan.